يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الثامن وولينا الضامن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 66، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لازلت أحدثكم في العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء الخامس. حين أتحدث عن الحمير هنا فإنهم الحمير البشر، مثلما قسم القرآن في سورة الجمعة رجال الدين إلى مجموعتين، فهناك مجموعة رجل الدين الإنسان، وهناك مجموعة رجل الدين الحمار. فالحديث عن الحمير حديث عن الحمير البشر، لأن الحمير الحيوانات لا تلام، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما يلام الإنسان الذي يمسخ نفسه بنفسه بالخضوع لحمير الشيطان. أتحدث عن رجال الدين في كل دين، وعن مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء بالنسبة للذين يقولون نحن شيعة، فهؤلاء حمير الشيطان، الناس هم الذين يساعدون حمير الشيطان في أن يمسخوا أنفسهم كي يتحولوا إلى حمير بشر. مر الكلام في كثير من المعطيات في الأجزاء المتقدمة، لا أريد أن أعيد ما ذكرته من حديث ومن معطيات ومطالب
في الحلقات المتقدمة. الكلام يتواصل في الاتجاه نفسه. في هذه الحلقة صور من واقع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، والأمر راجع إليكم. إنني أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد. القوائم عندكم، هناك قائمة رجل الدين الإنسان، وهناك قائمة رجل الدين الحمار. مثلما عرضت ما عرضت بين أيديكم من واقع مراجع الشيعة وزعماء الشيعة الدينيين، سأستمر في الاتجاه نفسه، وأنتم قيموا هؤلاء، هل تكتبون أسماءهم في قائمة رجل الدين الإنسان، أو أنكم تكتبون أسماءهم في قائمة رجل الدين الحمار؟ ولا أعتقد أنكم ستجدون رجل دين من الطوسيين يمكن أن تثبتوه في قائمة رجل الدين الإنسان، لأن الجميع حمير بشر. منير الخباز من تلامذة السيستاني ومن المتحدثين الذين يتحدثون باسم مرجعية السيستاني وباسم السيستاني أيضا. منير الخباز سيخبرنا بالفتوى السيستانية التي ترتبط بتشخيص من هو المسلم ومن هو غير المسلم. حيث يقول السيستاني: إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. هذا منطق السيستاني، وهو منطق الحوزة الطوسية. كثيرون في الحوزة الطوسية يذهبون بهذا الاتجاه. إنني لا أتحدث عن الصغار، فإن الحديث عن الكبار وعن كبار الكبار. سأعرض لكم فتاواهم وبلسان منير الخباز، وبعد ذلك سأعرض فتاوى محمد وآل محمد، وأنتم احكموا بوجدانكم بعقولكم، ولكن بعد أن تحترموا عقولكم أنتم احكموا. مثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمة، هناك منطقان، هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير. أنتم صنفوا هذه الفتاوى وصنفوا أصحاب الفتاوى، فهناك يافطة نكتب عليها منطق الأمير، ويافطة أخرى نكتب عليها منطق الحمير، وأنتم شخصوا ذلك بأنفسكم. رجاء
اعرضوا لنا الفيديو. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألني الأخ العزيز الحاج عبد العزيز غلوم حفظه الله عن هذه المقالة، وهي أقطع بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. وأما الكفر الظاهري فقد قال به بعضهم. والجواب: إن المرجع الأعلى في زماننا هذا الشيعة الإمامية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف يفتي بهذه الفتوى، وقد استلمتها اليوم من النجف الأشرف. قال: إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، واقعا وظاهرا لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط، فلا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في أن الجميع مسلم واقعا وظاهرا. وهذا الرأي لا يخص السيد السيستاني دام ظله، بل سبقه أستاذه السيد البروجردي وهو مرجع الشيعة في زمانه، وأستاذه السيد الحجة الكوه كمري من مراجع قم ومشاهيرها، وتعرض له عبقري زمانه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الثالث من بحوثه في شرح العروة صفحة 273، كما نقل عن الإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. فالقول بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا قول مجانب للحقيقة والواقع. الكلام الذي دار حوله السؤال هذا كلام قاله المرجع المعاصر كمال الحيدري في مقابلة تلفزيونية، وثار الكلام حول ما قاله، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة. استمعتم إلى فتوى السيستاني وإلى الذين يفتون بنفس المضمون، إحسان البروجردي وكان المرجع الأعلى في قم، الكهكمري، محمد باقر الصادر، محمد حسين
كاشف الغطاء وآخرون. هذه هي فتاواهم. عندكم قائمة، المتحدث نفسه منير الخباس، أستاذه السيستاني، وأستاذ السيستاني البروجردي والكهكمري، ومحمد باقر الصدر، ومحمد حسين كاشف الغطاء، والذين يفتون بهذا المضمون. من سائر مراجع وعلماء الشيعة هذا هو منطقهم. أنتم ميزوا، أنا سأقرأ عليكم فتاوى محمد وآل محمد، مفاتيح الجنان للمحدث القمي، والكتاب موجود عندكم. إنها الزيارة الغديرية، زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير، وهي مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الهادي يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن نخاطب أمير المؤمنين في يوم الغدير في حضرته الشريفة، فنقول: وأنه القائل لك. الضمير هنا يعود على رسول الله بحسب السياق المتقدم في الزيارة نفسها. وأنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه القائل لك، هذا قول رسول الله لأمير المؤمنين. وأنه القائل لك: والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك. أين تضعون هراء السيستاني ومن تبعه ومن سبقه؟ أين تضعون هراءهم؟ هذه فتوى رسول الله ينقلها لنا إمامنا الهادي، وهذه فتوى السيستاني ينقلها لنا منير الخباس، فأين تضعون هؤلاء وأين تضعون هؤلاء؟ وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. يا أمير المؤمنين، هذه فتاوى الله وفتاوى محمد صلى الله عليه وآله وفتاوى أهل محمد، فأين تضعون هذه الفتاوى وأين تضعون فتاوى السيستاني والآخرين؟ صنفوا. هناك خانة عنوانها منطق الأمير، وهناك خانة عنوانها منطق الحمير. قطعا قطعا المنطق الذي يتناقض مع منطق الأمير هو في أحسن أحواله هو منطق الحمير، في أحسن أحواله لا في أسوأها. وماذا نقرأ أيضا؟ إنها زيارة إمام زماننا. لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه النصوص مبذولة للجميع، مبذولة للعلماء وغير العلماء، لخواص الشيعة ولعوامهم. من هنا تؤخذ
العقائد الدينية السليمة، ومن هنا تؤخذ الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية النظيفة، من هنا تؤخذ، لا من أفواه هؤلاء المعممين القذرة. ماذا نقرأ في زيارة إمام زماننا التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين؟ هكذا نخاطب إمام زماننا. أشهد يا بقية الله، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطني، إنه يتناقض بالضبط مع منطق فتوى السيستاني، إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا. أشهد الله على هذه العقيدة وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. هذه فتاوى محمد وأهل محمد، وهي هي فتاوى الله. قارنوا بين المنطقين، قارنوا. وماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ إنها دستورنا العقائدي الشيعي، هذا هو أبلغ الكلام وأكمل الكلام. سعد من والاكم. سادتي، إني أخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. لا يضحكون عليكم ويقولون هناك أحكام الدنيا وهناك أحكام الآخرة. هذا صحيح، هذا صحيح. فنحن في زمان غيبة، في زمان هدنة، لكن هذا لا يعني أن نعتقد بأن هؤلاء مثلما يصف السيستاني، يوصفون بالأوصاف التي ذكرت في فتوى الضلال هذا ظاهرا وواقعا. لا أريد أن أناقش الموضوع، إنما هي لقطات أعرض بين أيديكم، معطيات، وأنتم صنفوها. فلقد حدثتكم عن منطقين، عن منطق الأمير ومنطق الحمير، فضعوا
كل شيء بحسب عنوانه. وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، إنه كافر في الدنيا والآخرة. ومن جحدكم كافر، الكفر هنا ليس متعلقا بالآخرة، هذا كفر في الدنيا وفي الآخرة. ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة التي كل حرف من حروفها بظواهر حروفها وبواطن حروفها، كل شيء فيها يكفر بفتوى السيستاني هذه وبفتاوى المراجع الآخرين كالبروجردي والكهكمري ومحمد باقر الصدر ومحمد حسين كاشف الغطاء والذين يتفقون معهم على هذا الضلال. أنتم قارنوا فتاوى السيستاني وسائر المراجع الذين ذكروا عرضت بين أيديكم، وفتاوى محمد وآل محمد عرضت بين أيديكم، فصنفوا أي الفتاوى يوضع تحت عنوان منطق الأمير، وأي الفتاوى يوضع تحت عنوان منطق الحمير. ونحتكم إلى الكتاب الكريم، فإنني قد وضعت بين أيديكم ميزانا نعود إليه، إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومر الكلام في هذا في الجزء الأول والجزء الثاني من حلقات هذا العنوان. أتحدث عن عنواننا حوزة الحمير. في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير بحسب فتوى الله، فهل أن الله يفتي بحسب طريقة نواصب سقيفة بني ساعدة؟ إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هل أن الله يفتي بهذه الطريقة حتى يكون الموضوع محلا للنقاش؟ هذه فتوى صريحة من الله في كفر الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير، لا يؤمنون نظريا ولا يؤمنون عمليا ولا يؤمنون علميا وشرعيا. ظاهره كباطنه، مثلما قرأت عليكم قبل قليل في زيارة إمام زماننا، وسره كعلانيته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي، في بيعة الغدير،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنهم الكافرون ببيعة الغدير. وهما صنفان، السقيفة بني ساعدة كفروا ببيعة الغدير جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا، وسقيفة بني طوسي أظهروا الإيمان بالمظاهر اللفظية، يهنئ بعضهم بعضا فرحا بيوم الغدير، يقيمون الاحتفالات لكن مراجعهم من أولهم إلى آخرهم يكفرون بمضمون بيعة الغدير. على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى استنباط الأحكام الشرعية، وضعوا بيعة الغدير ومواثقها جانبا، بل داسوها بأحذيتهم وراحوا يركضون وراء قذارات سقيفة بني ساعد. وهذا الأمر تأكد منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة 448 للهجرة عبر حوزته في النجف، ولا زال الأمر على حاله كما هو إلى هذه اللحظة. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، قارنوا بين فتاوى السيستاني والمراجع الآخرين وبين منطق الزيارات الشريفة التي قرأتها عليكم وبين المنطق الأعلى للكتاب الكريم في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. وضعوا كل شيء في مكانه، فهناك عندكم خانة عنوانها منطق الأمير، وهناك عندكم خانة أخرى عنوانها منطق الحمير، فصنفوهم وعودوا إلى قائمتكم الأولى. هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار، فقسموا المراجع وفقا لهذه القواعد كي تعرفوا طريقكم، كي لا تكونوا مسخرة مثل ما كان أجدادكم وآباؤكم. نذهب إلى فاصل. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من لازلنا مع منير الخباز الذي ما هو بمنير.
أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في لغته الجسدية وفي نظرات عينيه وفي تهكمه الذي يحاول أن يخفيه مع أنه ظاهر للعيان. إنه يدافع عن الخوء بخصوص فتوى مخالفة لمنطق القرآن بنحو صريح، فإن الخوء يفتي هكذا من أنه لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفتهم، فإن الخوء يجزم جزما ويقطع قطعا بأن هذا الوصف وهذا الشرط لا يشترط في مرجع التقليد، إنها فتوى تتناقض بالكامل مع منطق الكتاب الكريم. منير الخباس يدافع عن هذا المنطق الخوئي النجس، بل هذا منطق هو أنجس من النجس، لأنه يتعارض مع القرآن بدرجة كاملة، بدرجة 100%. هو يكفر بما جاء في الكتاب الكريم، وسأقرأ عليكم الآيات واضحة صريحة جلية. فهل هؤلاء يصنفون في قائمة رجل الدين الإنسان أم أنهم يصنفون في قائمة رجل الدين الحمار؟ أنتم حكموا عقولكم وانظروا إلى الحقائق. ماذا يقول الخوئي؟ هذا المجلد الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد من مجموعة أجزاء التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الكتاب من أشهر كتب الخوئي. في الصفحة 20 بعد 200 الخوئي يورد رواية وسأقرأها عليكم، أنا لا أريد أن أقف طويلا عند كلام الخوئي، إنما هو عرض سريع. يورد رواية سأقرأها عليكم، أساسا يضعفها، يعتبرها ليست صحيحة فيسقطها، ولكنه مع ذلك يقول: الرواية تأمر الشيعة في أن يأخذوا دينهم من فقيه يكون حبه للعترة الطاهرة حبا شديدا. الخوئي يسقط الرواية سندا ويسقطها مضمونا كذلك، هكذا يقول: وأما الرواية الثانية، هذه التي سأقرأها عليكم وهي واضحة جدا، هو يسقطها سندا، ولكنه يعلق على مضمونها هنا. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ والإمام الهادي يأمر الشيعة أن يأخذوا معالم دينهم من متين في حب محمد وأهل محمد. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه
في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. سنعود للكتاب الكريم كي نقرأ القرآن وماذا يقول القرآن. هذا هراء الخوئي، هذه فتاوى الخوئي، فساوى الخوئي، قولوا ما شئتم، لأن الخوئي هنا يكفر بمنطق القرآن. وسأقرأ القرآن عليكم. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. منير الخباس هكذا يقول: وهو يتكلم بأسلوب تهكمي، لازم كل يوم يتحكى عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع؟ إيه لازم يتحكى كل يوم عن أهل البيت غصبا على خشمك وخشم الخوئي وخشم السيستاني. لماذا؟ لأن السيستانية يفتي نفس الفتوى، القذارة هي القذارة، وهذا كتاب السيستاني. الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا هو الجزء 15 من مجموعة أبحاثي ودروسي وتقريراتي السيستاني، طبعة مؤسسة نور الأمير، وهذه الطبعة هي الطبعة المؤرخة 2020 ميلادي. في الصفحة 75 بعد 400 أيضا يورد الرواية نفسها التي سأقرأها عليكم، والتي تأمر الشيعة بأن يأخذوا معالم دينهم من فقيه يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، أن يكون متينا في حبهم ومعرفتهم. السيستاني هكذا يقول: والرواية مخدوشة من جهة السند، يضعفها سندا مثلما فعل أستاذه الخوئي. وذولا مو مثل ما يقولون العراقيين في تعابيرهم الشعبية أنه واحد تافل بحلق الثاني، لا، ذولا واحد مخري بحلق الثاني خراء كاملا، خراء كاملا بمواده الطبيعية الأصلية، واحد مخرب حلق الثاني. والرواية مخدوشة من جهة السند كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم. من أين جاء هذا التسليم؟ وهو تسليم شيطاني باطل يتعارض مع منطق القرآن بدرجة 100%. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم. ورد في بعض النسخ مسنا، ولكن النسخة الأدق متينا، ومسنا تعطي في آخر الأمر نفس المعنى. إذ من المسلم
عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. وكثير القدم أو وكثير القدم، المعاني واحدة، النتيجة واحدة. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم، أو وكثير القدم في أمرهم. الكلام هو هو، إنه منطق شيطاني خبيث قذر نجس وأنجس من النجس، لأنه يخالف القرآن بنحو صريح. الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا وصف لكل المؤمنين، فما بالكم بخواصهم بمراجعهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. نحن كيف نعرف حبنا لله؟ من خلال حبنا لمحمد وأهل محمد. إذا كان حبنا لمحمد وآل محمد شديدا، فهذا يعني أن حبنا لله شديد. وإذا كان حبنا لمحمد وآل محمد حبا ضعيفا، فهذا يعني أن حبنا لله حب ضعيف. ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هذه بديهيات عقائدنا، هذه بديهيات ثقافتنا، هذا منطق العترة الطاهرة. ومن أحبكم فقد أحب الله، الميزان هنا. ومن أبغضكم فقد أبغض الله، وهذا هو مضمون بيعة الغدير. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. كيف تتحقق هذه المعاني من دون أن تكون القاعدة الأساسية لكل ذلك حبا شديدا متينا وثيقا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم؟ إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 22 بعد 400. إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني، عن جابر، إنه جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: هم والله أولياء فلان وفلان. وهذه صيغة فلان وفلان واضحة عندنا، الحديث عن أبي بكر وعمر. قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما، إلى آخر ما جاء في الرواية التي تفسر الآية بكاملها. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة من برامجي المختلفة التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، أو أن تعودوا إلى المصادر التي أشرت إليها، أن تعودوا إلى المصدر الأصل وهو الكافي الذي ذكر الرواية كاملة.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن من أين جاءنا الخوئي والسيستاني بهذا الكلام؟ وهو يقول: للجزم. من أين جاء بهذا الجزم؟ لقد جاء به من الشيطان. لو رجع إلى القرآن وأخذ دينه من القرآن لوجد أن القرآن يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أين جاء بهذا الجزم؟ وكذلك السيستاني من أين جاء بهذا التسليم وبهذا القطع؟ لقد جاءوا بكل هذا الضلال من المنهج الذي هم عليه، وهو منهج شيطاني. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. ثولان خبران، هذا القرآن صريح: والذين آمنوا أشد حبا لله. وماذا نقرأ في الآية 24 من سورة التوبة، وهي الآية التي يفتي الله سبحانه وتعالى فيها صريحا بأن الذين يتحدثون كما يتحدث الخوئي والسيستاني بأنهم فاسقون بحكم القرآن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قفوا وتدبروا هنا عند ذكر الجهاد، فإن الجهاد شأن استثنائي مؤقت من شؤون رسالة محمد صلى الله عليه وآله. الجهاد ليس كالصلاة يطلب من الإنسان يوميا، الجهاد ليس كالصوم يطلب من الإنسان سنويا، الجهاد ليس كالحج يطلب من الإنسان في العمر مرة. قد يعيش الإنسان ويموت وهو لم يكن قد جاهد في أي موضع من المواضع. لماذا؟ لأن الجهاد حالة استثنائية، ما هي بحالة مستمرة. هناك ظروف موضوعية تحيط بالأمة الإسلامية تلزمهم أن يجاهدوا، إذا لم تتوفر تلك الظروف فليس هناك من جهاد. لكن الصلاة تطلب من الإنسان يوميا، والصوم يطلب من الإنسان سنويا، والحج يطلب من الإنسان في عمره ولو مرة واحدة. أما الجهاد فإنه حالة استثنائية. الآية تقول: من أنكم إذا أحببتم آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وتجاراتكم ومساكنكم. إذا أحببتم كل هذه العناوين، وهي العناوين التي يحبها الناس عادة، الأمر لا ينحصر بهذه العناوين، وإنما إذا أحببتم أي شيء. الآية ذكرت هذه العناوين لأنها العناوين المعهودة عند الناس، لكن الآية لا تحصر الكلام بهذه العناوين. إذا أحببتم أي شيء بمستوى يكون ذلك الحب
أكثر من حبكم لشؤون رسول الله فأنتم فاسقون وانتظروا العقوبة الإلهية. الآية هكذا تقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا منطق القرآن. أين تضعون هراء وخراء الخوئي والسيستاني وأمثالهما؟ هذا هو القرآن وهذه فتاوى الله. فإن الله يفتي بتفسيق الذين يجدون في قلوبهم حبا لأي شيء يكون أكثر من حبهم ليس لله ولرسول الله وإنما لشؤون رسالة رسول الله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فماذا سيكون الكلام حينما نوجهه باتجاه علي وآل علي؟ فعلي نفس محمد بصريح القرآن، وفاطمة هي روحه التي بين جنبيه. أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن زنوا هذا الهراء وهذا الخراء بميزان القرآن، واعرفوا من أن الضلال يأتيكم من قبل هؤلاء، وهذا هو منطق الضلال. منير الخباس الذي ما هو بمنير يتحدث عن هذا الهراء الخوئي وهذا الضلال الخوئي، يدافع عن منطق الخوئي بطريقة تهكمية، وكأن الذي يتحدث دائما بذكر محمد وأهل محمد كأنه يعاني من نقص، لازم كل يوم يتحكى عن أهل البيت، لازم كل يوم يتحكى برغم أنفك القذر وأنف خوئيك وسيستانيك وسائر الآنهف الطوسية القذرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. فمعنى قول السيد الخوئي للجازم بأنه لا يعتبر شديد المحبة بحيث كل حديث عن أهل البيت لازم ولا ما يصير مرجع، لازم كل يوم يتحجى عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع؟ يقول لا، ما يعتبر هذا، لازم يكون يعني شنو تمام الثبات، بمعنى مؤمن بكل المقامات المنقولة عن أهل البيت. لا، مو لازم، هذا هو رأي السيد الخوئي. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في اللغة الجسدية وفي نظرات العينين وفي طريقة الكلام وفي التهكم الخفي. فمعنى قول السيد الخوئي للجازم بأنه لا يعتبر شديد المحبة بحيث كل حديث عن أهل البيت لازم ولا ما يصير مرجع، لازم كل يوم يتحجى عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع؟ يقول لا، ما يعتبر هذا، لازم يكون يعني شنو تمام الثبات، بمعنى مؤمن بكل المقامات المنقولة عن أهل البيت. لا، مو لازم، هذا هو رأي السيد الخوئي. وما هذا التسطيح؟ ما هذا التسطيح؟
ما هذا التسطيح؟ فهل أن المراد من شدة الحب أن يتحدث يوميا عن أهل البيت؟ هل هذا هو المراد؟ أي منطق هذا؟ شدة الحب إنما تكون ناتجة عن عظيم المعرفة وعن عميق الدراية وعن العقيدة السليمة التي أخذت من المصادر الصحيحة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. فلا يشترط في الإنسان أن يتحدث يوميا حتى يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد. إذا كان قادرا على ذلك فليفعل، فهذا من أفضل القربات ومن أحسن العبادات. لكن الأمر لا يتاح للإنسان بهذا التصور التسطيحي وبهذه الطريقة التهكمية. والذين آمنوا أشد حبا لله، إنه الحب الذي ينبع من المعرفة العميقة، والمعرفة العميقة لن تكون مستقرة إلا في القلوب السليمة، القلوب السليمة التي هي قلوب قد طهرت بولاية علي وآل علي ونظفت بالبراءة من أعداء علي وآل علي. ومن أبرز معاني البراءة إنها البراءة الفكرية، البراءة من مناهج الضلال. وأوضح مصاديق مناهج الضلال إنها المناهج الطوسية القذرة التي تنتج لنا هذه القذارة وهذا الوسخ. أعود إلى الرواية التي ضعف سندها الخوئي والسيستاني وغيرهما. الكلام ليس منحصرا بالخوئي والسيستاني، إلا أن الفيديو يتحدث عن الخوئي والسيستاني في نفس الاتجاه، وهو المرجع الأعلى الفعلي، لذا فإنني تحدثت عنه لهذه الجهة. الرواية التي ضعف الخوئي والسيستاني سندها وبعد ذلك ضعف مضمونها وقطع بأن مضمونها ليس صحيحا، فإنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، في الصفحة الرابعة الحديث السابع. أحمد ابن حاتم ابن ماهوي قال: كتبت إليه، إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه، كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث، أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي، أسأله عمن آخذ معالم ديني ومعالم الدين في الدرجة الأولى العقيدة السليمة، أسأله عمن آخذ معالم ديني. وكتب أخوه أيضا، أخو أحمد ابن حاتم، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما الإمام الهادي. أجاب هذين الأخوين اللذين سألا نفس السؤال، عمن
آخذ معالم ديني؟ فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما. هذه رسالة إمامنا الهادي لهذين الأخوين اللذين يسألان عمن يأخذان معالم دينهما. فهمت ما ذكرتما. فاصمدا في دينكما. فاصمدا في دينكما، المراد من الصمود هنا صدق التوجه والإخلاص في البحث والتحقيق عن شخص بهذه المواصفات. فاصمدا في دينكما، اصمدا توجه وابحث، وإذا ما وجدتما فاصبرا. فاصمدا، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، على متين في حبنا. وفي نسخ على مسن، والمراد من المسن أن يكون قد قضى عمرا طويلا، وتلك كناية عن شدة الحب لهم. والنسخة الأدق: على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الرواية واضحة صريحة، أولا تأتي منسجمة مع منطق القرآن بنحو واضح وصريح: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الآية التي قرأتها من سورة التوبة وهي 24 فإنها صريحة جدا في هذا المضمون. الرواية تتطابق بالكامل مع مضمون القرآن، وتتطابق بالكامل مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي في كل حرف من حروفها هناك تأكيد على شدة الحب لهم وعلى شدة العلاقة بهم صلوات الله عليهم، ومن أن الانقطاع إليهم يكون انقطاعا كاملا تاما. مضمون الرواية يأتي منسجما مع ثقافة العترة الطاهرة التي تؤكد على التمسك الشديد بحب محمد وآل محمد وبغض أعدائهم. الرواية واضحة وجلية، وهي تنسجم مع المنطق الإنساني. كل مجموعة في الماضي والحاضر وحتى في المستقبل حينما ترأس عليها رئيسا لابد أن يكون من أكثرهم حبا لتلك المجموعة، من أكثرهم التزاما بمصالح تلك المجموعة. لماذا هؤلاء يذهبون بعكس ما يذهب إليه المنطق البشري بعيدا عن القرآن وبعيدا عن أحاديث العترة الطاهرة وبعيدا وبعيدا؟ إنه الضلال، الضلال، إنه الضلال بعيني. صنفوهم، صنفوهم، صنفوا هؤلاء، صنفوهم تحت أي عنوان؟ أين هو منطق الأمير وأين هو منطق الحمير؟ عودوا إلى عقولكم وإلى قلوبكم. من هنا عنونت هذه الحلقات بهذا العنوان: حوزة الحمير.
إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء بامتياز هي حوزة حمير. نذهب إلى فاصل. إلى تحفة مرجعية طوسية بامتياز، إنه إسحاق الفياض، المرجع الأعلم من بعد السيستاني. السيستاني هو الذي عينه من أنه الأعلم من بعده، ولذا في المسائل الاحتياطية فإن السيستاني يخير مقلديه بالرجوع إلى إسحاق الفياض، إنه الأعلم بحسب تشخيص السيستاني. ومثل ما مر علينا في الحلقات السابقة كيف أن النائيني افترى آية على الله، وكيف أن الخوئي قررها وأثبتها، فهذا تلميذ من تلاميذ الخوئي، إنه إسحاق الفياض، يأتينا بآية لا علاقة لها بالقرآن ويصرح بأنها نص من قوله تعالى. المشكلة لم يقع في خطأ عابر، كلنا نقع في الأخطاء العابرة، إنه يصر على أن الآية هذه هي قول ونص من الله سبحانه وتعالى. هذا الفيديو الذي سأعرضه عليكم رفع بتأريخ 25/11/2011 ميلادي، قطعا فإن تسجيله سيكون قبل هذا التأريخ. هذا تأريخ رفع الفيديو 25/11/2011 رفع على منصة اليوتيوب، قطعا سجل وصور قبل هذا التأريخ، يتحدث فيه عن ابن عربي لطلابه، لطلاب الحوزة في النجف، بغض النظر عن الكلام الضعيف والهزيل الذي قاله، لا أريد أن أعلق على كلامه والذي بعضه لا يفهم من جهة التراكيب اللغوية، لكنني سأسلط الضوء على الآية التي جاء بها والتي لا وجود لها في الكتاب الكريم. هكذا يقول: وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله، فتشوا القرآن من أوله إلى آخره، لا توجد آية بهذه التعابير لا لفظا ولا معنى. الآية مختلة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، تخالف مضمون القرآن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد
هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. لا توجد آية بهذه الألفاظ، وهذا المضمون الذي ذكره في هذه الآية يتناقض مع مضمون القرآن، لأن الآية التي تحدثت في هذا المعنى هي الآية 26 بعد البسملة من سورة الجن والتي بعدها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه الآية التي جاء بها إسحاق الفياض المرجع الأعلم بحسب تعيين السيستاني من بعد السيستاني، لا توجد ألفاظها في الكتاب الكريم، وهذا التركيب اللفظي هكذا يعني أن من ارتضى من رسول يشارك الله في علم الغيب، وهذا لا يقول به القرآن. القرآن يقول من أن الغيب أساسا لله، وهو الذي يمنحه لمن يريد لمن يشاء من رسله الذين ارتضاه. عالم الغيب فالغيب لله فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالغيب أساسا لله سبحانه وتعالى، منه وله، وهو الذي يمنحه للمقربين منه. بينما آية إسحاق الفياض تقول من أن الله يشاركه في علم الغيب من ارتضى من رسوله، لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن ارتضى من رسوله لا معنى لهذه الجملة، لكننا إذا قرأنا لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى، ومن ارتضى من خلقه، ومن ارتضى من رسول وليس من رسوله. الجملة لا وجود لها في القرآن، الجملة تراكيبها ليست صحيحة من الجهة العربية، مضمونها يتعارض مع منطق القرآن. أنا أسأل عن هؤلاء الحمير الذين كانوا يجلسون في درسه ويستمعون إليه، وهم الذين نشروا هذا المقطع يتفاخرون به، يتفاخرون بمرجعهم الحمار هذا: من طيح الله حظكم يا عمائم النجف،
من طيح الله حظكم يا طلاب الخارج الذين تدرسون عند أسيحيق هذا. فلا هذه آية من القرآن بألفاظها، ولا هذا التركيب اللغوي صحيح، ولا مضمون هذا الكلام يأتي منسجما مع القرآن. هو جناب الأغا يشكل على ابن عربي، ألا لعنة الله على ابن عربي، ولكن ابن عربي كان نابغة، كان نابغة من النوابغ، كان ناصبيا لكنه كان نابغة من النوابغ. وهذا الأثول يشكل عليه بهذا الغباء، والسيستاني ينصبه الأعلم من بعده. وحمار ينصب حمارا، وحمار يضحك على حمار، وحمير تضحك على جحوش. إنني أتحدث عن الحمير البشر والجحوش البشر، وهم أسوأ بكثير أسوأ بكثير وكثير من قذارات الحمير الحيوانات. هؤلاء هم مراجعكم. هذا المرجع الأثول بعد هذا التأريخ، كما قلت لكم هذا الفيديو رفع على اليوتيوب بتأريخ 25/11/2011، بتأريخ 27/6/2012 يلقي جناب الأغا محاضرة توجيهية، هكذا كتبوا على هذه التسجيلات، محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي، البحث النعالي. مطي ويحكي ويا مطاحي، محاضرة توجيهية قيمة يقدمها إسحاق الفياض على طلبة البحث النعالي لحوزة النجف الأشرف التي لا تنتج إلا الحميرة والجحوش، وها هي المصادق بين أيديكم. بمناسبة التعطيل الصيفي، إنه يقرأ الآية المكذوبة نفسها، إصرار على أن آيته هذه التي افتراها على الله هي آية صحيحة. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي. إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الواقع وعلم الغيب، فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن. فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزع من رسول. فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب. القراءة الأولى هكذا قال، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. القراءة الثانية، القراءة الأولى رفعت بتأريخ 25/11/2011، القراءة الثانية كانت بتأريخ 27/6/2012 في محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث الخرائي لحوزة النجف، حوزة الحمير والجحوش. فإن الله تعالى قد نص في كتابه، أكد الأمر بنحو أكثر، فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
من أين جئت بهذه الآية يا أيها المرجع الغبي الأثول؟ من أين جئت بها؟ نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة: إنني أقرأ عليكم من الكهف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 49، إنه الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الأول منقول عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل زيادة. ما هو بشيء مهم؟ فأي علم هذا الذي عندكم وأنتم لا تميزون بين كلام الله وكلام غيره، لا تميزون بين كلام القرآن وكلام غير القرآن؟ أي علم هذا؟ هذا ضراط يا إسحاق، هذا ضراط. فما أنت بالأعلم، أنت الأضراط. هذا هو واقعك وهذا حالك. وهنيئا للشيعة بهؤلاء المضاريط من مراجعهم العظام. نذهب إلى فاصل. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتناول زيارة باول وزير الخارجية الأمريكي لحسين الصدر، وكان السبب في ذلك أن بول برامار الذي كان حاكما أمريكيا في العراق في وقت سلطة التحالف المؤقتة أراد أن يفتح قناة أخرى إضافة إلى القنوات الأخرى المفتوحة فيما بينه وبين السيستاني، فأراد أن يجعل من حسين الصدر وسيطا فيما بينه وبين السيستاني، ولذا جاء بوزير الخارجية كي يزور حسين الصدر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life. But we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you. Can we get a handshake? Thank you, sir. Thank you, Ambassador. 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 Thank you, Ambassador.
وصدق بخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأداء الاستقلالية للشعب العراقي. هل هناك تفاهة أكثر من هذه التفاهة؟ يتمنى مع المحتل أن ينتهي الاحتلال. كيف نستطيع أن نتصور هذا المعنى؟ على أي حال، على أي حال، رجاء نفس عنا شيئا بصور بعض الولائم الصدرية. اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورة من الولائم الصدرية الأمريكية. نذهب إلى الصورة الثانية وإلى الصورة الثالثة، ومن بعد الولائم فإننا سنشاهد هذا الفيديو مرتضى مستجابي. إنه من أصفهان، من آل الصدر، فآل المستجاب في أصفهان هم من آل الصدر، ولكنهم عاشوا في أصفهان وصاروا إيرانيين. مرتضى مستجاب يأتي لزيارة حسين الصدر، فشاركوه في هذه الزيارة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيد ورحمة الله الطاهر البليغ الداعي الحفيظ. أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك وندعو مصدقك، خاب وخسر مكذبك والمتخلص عنك. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وتوعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي، أنت ابن باب الله في الموت منه والمأخوذ عنه. أتيت بالرائلة وهداتي لك مستودع وهو أرد استودعك ديني وأمانتي وخواتيم أملي ودوام أملي إلى منتهى أزلي. السلام عليك يا سيدي الأمور بحق أجدادك الطاهر ورحمة الله. الله يديم وجودكم، الله يحفظكم، الله يخليك يديم وجودكم يطيل عمركم، يديم وجودكم ممنون يطيل عمركم. الله يتكلم ابن أمي لا شيء مولاي. هذا النص الذي زار به مرتضى مستجابي حسين الصدر هو نص ورد في كتب الزيارات. على سبيل المثال، هذا مصباح الزائر لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في الصفحة 350. هذا النص يزار به من؟ إذا أردت زيارة أحد منهم، العنوان ذكر زيارة قبور أولاد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذا أردت زيارة أحد منهم كالقاسم ابن الكاظم أو العباس ابن أمير المؤمنين
أو علي بن الحسين المقتول بالطف الذي نعرفه بعلي الأكبر، ومن جرى في الحكم مجراهم، تقف على قبر المزور منهم صلوات الله عليهم وتقول: السلام عليك أيها السيد الزكي، إلى آخر ما جاء في الزيارة. هذه الزيارة هي التي زار بها مرتضى مستجابي حسين الصدر. لا أعتقد أن حسين الصدر يفقه شيئا من معاني هذه الزيارة. مرتضى مستجابي هكذا قال له: أتيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا، وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي. عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية: ودع البزون شحمة. البزون يعني القط، ودع البزون شحمة. حسين الصدر لا يفقه شيئا من هذه المعاني. حسين الصدر يعيش في عالم آخر. إذا ما استمعتم إلى أحاديثه فكأنه يعمل موظفا في منظمة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، يتحدث عن الأنسنة دائما وبشكل خاطئ وليس دقيقا. وضاعت الشيعة بين الحمير الطوسيين والجحوش الطوسيين. أعرضوا لنا كيف تتهافت الشيعة الطوسية على حسين الصدر. الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فمن الأمور التي تقربنا إلى محبة إمامنا الحجة ابن الحسن، عجل الله فرجه، هو الانتفاع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وأن لكم كالذين قال فيهم عز من قائل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. السلام عليكم مولانا. فالانقطاع الى الله تبارك وتعالى يكون في كل الحالات في السراء والضراء، لا ان تقتصر حاله الرجوع اليه عز وجل عند الاضطرار فقط، كما يجب الاعتقاد بان الامام صاحب الزمان سلام الله عليه هو ناظر إلينا لأنه يعيش بين أظهرنا، وهذا الاعتقاد يحتم علينا أن نراقب أنفسنا في سلوكنا ومعاملاتنا لئلا يخطر منا ما يسيء إليه، لأن أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين قد عانوا الكثير من أجلنا لهدايتنا والحفاظ علينا من الانحراف عن جادة الصواب والابتعاد عن سبيل الحق والرشاد، وذلك من خلال وصاياهم وأحاديثهم الشريفة. فهذه التضحيات الجسام تفرض علينا أن نكون عند حسن ظن إمامنا الغائب المهدي المجتبى أحسن الله تعالى فرجه الشريف، مما يدخل السرور على قلبه الطاهر.
وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه مقبلين غير مقبلين. وتكلم اللهم على ولاية أمير المؤمنين ببركة الإمامين الكرمين الجوادين عليهما السلام وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. دعاء حسين الصدر يذكرني بدعاء السيستاني. يا اللي يدخل على السيستاني يقول له انا ادعو لكم وادعو للعراقيين وللعراق، والعراق يوميا يطيح حظه اكثر. توسلوا بالسيستاني بعد لا يدعو لكم، بل يصير وضعكم احسن، لان كل ما يدعو لكم يطيح حظكم اكثر. ماكو واحد دخل عسيستاني إلا وقال له أنا أدعو للعراقيين وأدعو للعراق، والعراق يوميا يطيح حظه أكثر، والعراقيين يوميا يطيح صبغهم أكثر. مسخرة هذه، مسخرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع بخصوص حسين الصدر. أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا فاز متبعك ونذر مصدقك خاب وخسف مكذبك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي، انت ابن باب الله في الموت من هو والمأخوذ عنه، اتيت بالرائله وهداتي لك مستودع وهو ارد استودعك ديني وامانتي وخواتيم عملي ودوام عملي الى منتهى ازلي. السلام عليك يا سيدي بموت بحق اجدادك الطاهر رحمته. ومن الذي يستودع عنده الدين وخواتيم الأعمال ومنتهى الآجال كما يقول مرتضى مستجابي، إلى المفسر الشيعي، إلى آية الله مرتضى القزويني، إلى صلاته وهو يصلي جماعة بالناس فلا يحسن قراءة صلاته، فكيف صار مفسرا؟ سأخذ مقطعا قصيرا من صلاته. نحن عرضنا في برامج سابقة صلاته، لكن لضيق الوقت سأنقل لكم مقطعا من صلاته. إنها سورة القدر، صدقوني لم يقرأ آية واحدة بنحو صحيح من آيات سورة القدر. أولا، حينما بدأ بقراءة سورة القدر بعد البسملة، إنا أنزلناه، هم يضحكون على أهل الجنوب يسمونهم معدان، ما هي هذه قراءة المعدان يا معيدي؟ إنا أنزلناه، أين اللام؟ أين اللام؟ هذه قراءة باطلة، قراءة باطلة. فإن سورة القدر قد نقص منها حرف اللام، فحينما نقرأ سورة في الصلاة الواجبة يعني أن نقرأ سورة كاملة بكل حروفها. اللي يصلون وراء عود يقبضون من دبش، قال يقبضون من دبش. هذا مفسر القرآن، إنا أنزلناه. ثم بعد ذلك هنا أسقط حرفا من السورة، في نهاية كل آية يكرر حرف الراء. القدر شهر
الفجر. هذه حروف زادها وصارت زائدة على السورة، السورة ليست هكذا، هذه قراءة باطلة. ما قرأ آية واحدة بنحو صحيح من آيات سورة القدر. ابتدأ السورة بإسقاط حرف اللام ثم كرر حرف الراء عند نهاية كل آية. قراءة باطلة، قراءة باطلة. هذا الذي لا يحسن أن يقرأ سورة القدر في صلاته الواجبة وفي صلاة الجماعة وهو يعلم أنها تنقل، تنقل وتصور، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية. كيف يفسر القرآن؟ هذا الذي لا يحسن أن يقرأ سورة قصيرة من سور القرآن في صلاته الواجبة، فكيف يحسن أن يقرأ بقية القرآن، وكيف يحسن أن يفسر هذا القرآن؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في النقاط التي أشرت إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. استمعتم إلى قراءته، في نهاية كل آية يضيف عددا من الراءات، الفجر، وهكذا في سائر نهاية بقية الآيات. لم يقرأ آية واحدة بنحو صحيح من آيات سورة القدر، وهذه القضية ليست خاصة بالقزويني أبدا، بقية المراجع، بقية آيات الله يقرؤون بنفس هذه الطريقة الخاطئة. مسخرة عمائم الشيعة، وحق الحسين مسخرة، مسخرة عمائم الشيعة. الشيعة جحوش لا يعرفون أن عمائمهم مسخرة، مسخرة. ردوها علي، ردوها علي، إن كان كلامي ليس دقيقا وإن كان كلامي ليس صحيحا. كل الكلام بالوثائق موثق، وكل الكلام دقيق ودقيق ودقيق. أقرأ عليكم رواية من الجزء الثالث من الكافي الشريف للكليني، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 97 بعد 200، من الباب 86 بعد 100، إنه الحديث الثامن بسنده، بسند الكليني عن حماد بن عيسى. وحماد هذا صحابي معروف من صحابة الأئمة، من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم وإمامنا الرضا، وأدرك إمامة إمامنا الجواد وتوفي في أيام إمامة إمامنا الجواد صلوات الله عليه. شخصية معروفة، حماد بن عيسى، يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يوما: يا حماد، تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. هذا حريز هو حريز ابن عبد الله السجستاني، له كتاب معروف في الصلاة. ما
من رواة حديث أهل البيت. فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال لا عليك يا حماد، قم فصلي. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة، استفتحت الصلاة أي بدأت بتكبيرة الإحرام، فالاستفتاح يقصد من تكبيرة الإحرام. فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت، فقال يا حماد، يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة. صدقوني هذا المضمون شاهدته في كثيرا في كثيرا من أصحاب العمائم الكبيرة في الوسط الشيعي. إلى الآن لا أتذكر أنني صليت في صلاة جماعة خلف إمام شيعي بحيث أستطيع أن أنصت إلى قراءته، لأنه في الكثير من الأحيان لا أستطيع أن أنصت لقراءته لأنني بعيد عنه، أو لأن الصلاة ليست جهرية. لا أتذكر أنني صليت خلف إمام وكان يتقن قراءة صلاته، ربما يقرأها بنحو مقبول، وهؤلاء قليلون، إلا أن الأعم الأغلب يخطئون في قراءة صلاتهم. الشيعة مسخرة، الشيعة لا يعرفون هذا، لأنهم لا يميزون بين القراءة الصحيحة والقراءة غير الصحيحة. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فأصابني في نفسي الذل، أصبحت ذليلا، فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا إلى آخر ما جاء في الرواية. فيأتي على الرجل من الشيعة 60 أو 70 سنة وهو لم يصلي صلاة واحدة صحيحة. الإمام يتحدث عن الكبار، حماد بن عيسى من الكبار وليس من الصغار، هذا في زمان الأئمة، فما بالكم ونحن في زمان الغيبة مع هؤلاء الثلان، مع الطوسيين الحمير. نذهب إلى فاصل. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي، سبحانك يا الله الغفور خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا الله
نموذج من نماذج مراجع المستقبل حسين الشيرازي، فإن أباه يعده كي يكون مرجع المستقبل للتكوين الشيرازي. لازم تخلي بصمة. نشاهد الفيديو. لازم تخلي بصمة، مو فقط بصمة في شنو، في رعاية الدجاج اللي في البيت، لا، تسوي دجاج ينطي بيض على كل حال من صفارية، أترك بصمها، بس هذا لا، لازم في كل جوانب الحياة. أنت كمحاضر لازم تترك بصمة في المحاضرة، أنت كمفكر تترك بصمة في التفكير، أنت كمدير إداري لازم تترك بصمة في، إذا تريد لا تنقرض لازم تترك بصمة في الحياة، في كل مجال تترك بصمة، في كل المجالات في الحياة. وهذا ولعمري إنه مستحيل جدا حقيقة، وين الإنسان يقدر في مجال واحد ترك بصمة؟ صعب. فكيف في كل مجالات الحياة؟ في تربية أولادك لازم تترك بصمة. تترك بصمة يعني شنو؟ يعني تحقق فد إنجاز إبداع اللي الآخرين ما قدروا عليه. بصمة معناته هذا، تحقق فد إنجاز اللي الآخرون عجزوا عنه في كل مجال، من تبديل حفاظات الولد مالك ابنك، بدل ما يخالف، وبدله مو على الطريقة التقليدية، بدله في طريقة جديدة، خلي فد بصمة. علم الأم مثلا، خب النتيجة في العائلة الأم ممكن تتمرض مثلا، خب مو دائما يقدر الإنسان يحرز هذا الشيء اسمه خب، وخدامها خب ماكو، يو الأم تسافر مثلا لسبب من أسباب، تعال هاي مسؤوليتك بكل رحابة صدر. سيد رحمة على والديك، شلون نبدل بطريقة غير تقليدية؟ مو هذا راح يملطخنا، هذا راح يملطخ الفراش، يملطخ القاع، يملطخ الطفل. ما تقول لي شلون بالله، رحمة على والديك، سوينا فطريقة فطريقة شلون نبدل الحفاظات بطريقة غير تقليدية، علمنا علمنا، أفض علينا من بركاتك. هؤلاء هم مراجع المستقبل. هنيئا للشيعة، هنيئا للأمة، هنيئا للأمة بمراجع الحاضر من هؤلاء الثولان والأغبياء إلى هؤلاء العباقرة والعمالقة، هنيئا لهم. لازم تخلي بصمة، لازم. ومن البصمة المرجعية إلى أن حسين الشيرازي يدعي بأنه قد استكشف اسم الله الأعظم، فعجلوا عجلوا كي تعرفوا عظيم الأسرار، مع هذا الفيديو. أما البحث، أعتقد بعد جهد جهيد جدا، جهد يتجاوز 40 سنة من التعب العلمي في المجال الأكاديمي أو في المجال الحوزوي الديني، أعتقد أنني استكشفت اسم الله الأعظم وهو الانضباط، واحد من الأسماء الإلهية. عنوان الانضباط يبدو لي أن هذا العنوان أخصب مفهوم في قاموس الحياة. خصب يعني قابلية خلق، مثل مثلا النواة الخصبة، الأرض الخصبة، كيف أن في الأرض الخصبة أبسط بذرة تنتج، في نظري أخصب مفهوم في الوجود هو هذا المفهوم، مفهوم الانضباط. خصب، خصب واضح يعني شنو، يبدو لي أن كل المفاهيم يمكن استلهامها في الوجود من خلال هذا العنوان، عنوان الانضباط. في قبال الانضباط شنو؟ الاضطراب. لا انضباط يعني شنو؟ اضطراب.
هذا الشيء اللي يحيط حياتنا، حياتنا بكل أبعادها، اضطراب بكل مجالاتنا، اضطراب. اللطيف شنو؟ هذه من الأشياء اللطيفة، أن الانضباط والاضطراب يشتملان على 6 حروف، في 5 منها هذه هاتان الكلمتان مشتركتان، الانضباط والاضطراب، المفهوم وما يقابله، 6 حروف كلاهم، ولكن 5 من هذه الحروف مشتركة عجيبة. الانضباط يتفرق عن الاضطراب بحرف النون فقط، والاضطراب بحرف الراء، وإلا هاتان كلمتان. على كل حال، وجه العملة الانضباط والاضطراب، هذه الثنائية، بحثنا في هذه الجلسة عن هذه الثنائية، الانضباط وما يقابله من الاضطراب. زين بروح أبوك، هذا التمضرط أنا وين راح أخلي؟ يلا، نحن نقرأ في أحاديث أهل البيت عن بلعم، إنه بلعم ابن باعوراء، في أحاديث أهل البيت عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من أنه أوتي، هذا بلعم أوتي الاسم الأعظم، ومع ذلك فإن القرآن وصفه بأنه كلب. في سورة الأعراف القرآن وصف بلعام بأنه كلب، وهو ممن أوتي الاسم الأعظم الحقيقي. إذا سلمتك يا سيد حسين للقرآن كيف سيصفك؟ من أين جئتنا بهذا الضراط من أن اسم الله الأعظم الانضباط؟ هذا ما هو انضباط أبو علي حبيبي، هذا انضراط اسمه، دقق النظر في هذا، ما هو انضباط؟ هذا انضراط. الانضباط من أسماء الله، في أي مصدر من المصادر وجدت هذا الهراء؟ يا مرجع المستقبل، يا مرجع المستقبل، أمة مسخرة، أمة مسخرة بتمام معنى الكلام. لكنني لا ألومك يا سيد حسين، أنت وضعت قانون. تتذكر بالكويت كان عندك محاضرة في حسينية بيبي رباب تحت هذا العنوان: الاستفادة من طاقات الشباب لخدمة المجتمع، عنوان رنان. الاستفادة، هذا معروف عن الشيرازيين، يضعون عناوين رنانة لكتبهم لمحاضراتهم، لكن حينما تذهب إلى المضمون تلقاه زبالة. ذولا الثولان الثيران، هاي القاعدة الدبش اللي تستمع إلى عميق المعارف الإلهية التي أفاض بها مرجع المستقبل. الاستفادة من طاقات الشباب لخدمة المجتمع، أنت وضعت قانون، فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم، عليك تصير أغبر والله العظيم. قانون هذا ينطبق عليك، هذا القانون، هذا القانون أنت الذي شرعته ووضعته، فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد مثل سيد صادق الشيرازي أنت محتم، عليك تصير أغبر والله العظيم. قانون هذا، رجاء اعرضوا لنا الفيديو. بس اعرف انه القضية مو هالشكل، اذا هذاك ربح يعني لازم انت تطيح بالبير، هذا قانون الحياة، ما يصير الكل يصيرون اوادم،
الكل يصيرون شخصيات في الحياة. الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا. فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أخبر، والله العظيم قانون هذا. روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن إيش قد علماء عندنا؟ جيب لي عالم اللي ابن طالع عالم، ماكو. جيب لي شيخ المفيد ابن منه؟ سامع اسمه بحياتك؟ شيخ الطوسي ابن منه؟ بعمرك سامع اسم الشيخ ولد الشيخ الطوسي؟ المعقل الحلي ابن منه؟ بعمرك سامع؟ والله أنا ما سامع، أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه، أصلا ما سامع اسمهم هذول. السيد البروجردي سامعين هذا؟ خو بعضكم قلدتوا. ولده منه؟ سامعون اسمه؟ شيخ عبد الكريم الحائري، هذه المراجع المتأخرين. ولده منه؟ ما أنا ما سامع. فمثلا هذا قانون، إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ. قانون الله هذا، قانون الله هذا. إذا أبوك صار مرجع تقليد مثل صادق الشيرازي أنت محتم عليك تصير أغبر، والله العظيم قانون هذا. حسين الشيرازي يقول جيب لي عالم اللي ابنه طالع عالم. العلامة الحلي، ابن العلامة الحلي فخر المحققين، أبو طالب فخر المحققين من كبار علماء الشيعة. الشيخ حسن العاملي ابن الشهيد الثاني، الشهيد الثاني من مراجع الشيعة، وهذا أيضا من مراجع الشيعة. تحدثت عن الطوسي، الشيخ الطوسي ابن منه؟ ابنه الحسن صار مرجعا من بعده، وبقي مرجعا للشيعة إلى مدة تقرب من 60 سنة، ومن بعده صار ولده يعني حفيد الطوسي صار مرجعا للشيعة من بعد الحسن ابن الطوسي. اللطيفة يقول شيخ عبد الكريم الحائري ولده منه؟ أنا أقول لك ولده منه، بنفس الدربونة اللي بيت أبوك موجود فيها، كوتشيغو البايقاني. أنا كنت ساكن في هذا المكان مدة من الزمن في بداية الثمانينات، بالقرب من بيت القلبايقاني هناك بيت ابن عبد الكريم الحائري، وهو من العلماء المعروفين جدا ومن أساتذة الخارج في حوزة قم، شيخ مرتضى الحائري، بنفس الدربونة اللي بها بيتكم. كوتشي القلبايقاني حينما ندخل من جهة شار مردون بعد بيت القلبايقاني يأتي بيت عبد الكريم الحائري، بيت شيخ مرتضى الحائري، وبعد هذا البيت بمسافة يأتي بيتكم جيرانكم. يقول شيخ عبد الكريم الحائري ولده منه؟ ماكو، أنا ما سامع. من أين جئت بهذه القوانين؟ هذه القوانين تنطبق عليك أنت، ربما تنطبق على آخرين لكنها لا تنطبق على الجميع. يبدو أن القانون استنتجته من حالك ومن وضعك. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر، والله العظيم قانون هذا. والنتائج واضحة، نتائج واضحة. لن أذهب بعيدا
وقت الحلقة صار طويلا. آخر فيديو، آخر فيديو، وأعتذر عن الإطالة. بشير النجفي، بشير النجفي تحفة التحف، هكذا يقول، يخاطب مجموعة من الشيعة جاءوا لزيارته، يقول لهم بأن حوزتكم هذه ستبقى حوزة لأولادكم وذراريكم إلى يوم القيامة. مناعي الوالدين بيش طالبين أطلابه؟ اشتردون معد إلى يوم القيامة ستبقى هذه الحوزة حوزة لكم إلى يوم القيامة. ولكم عمي شنو ماخذيننا قنطرات؟ شنو قضيتكم؟ ثم تعال أقول لك، تعال أقول لك، أنت بشير النجفي أنت شيعي لو مو شيعي، فأين أيام الله؟ أين اليوم الأول يوم القائم؟ وأين يوم الرجعة؟ لكنك لست شيعيا، القرآن ينطبق عليك، إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أنت من هؤلاء، من الذين لا يرجون أيام الله، وهم الشيعة المقصرون، فهم بحاجة إلى أن يقوم الشيعة المستبصرون بتعليمهم. قل للذين آمنوا، للشيعة المستبصرين إنهم أصحاب البصيرة، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. إمامنا الصادق يقول يغفرون لهم، يعلمونهم بما منحناهم من علمنا ومعرفتنا كي يهتدوا. فأنت بحسب هذه الآية لازلت ضالا، فكيف أصبحت مرجعا للشيعة يا أيها الضال؟ لو أنت تريد بالرجعة رسول الله هم يجي يدرس بالحوزة عندك. ولكم شنو طحت الحظ هذه؟ شنو طحت الحظ هذه؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومن ولا تخرجوا. ما هاي حوزتكم يا أخوتي، ما حوزة أجدادكم، ما حوزة ذريتكم إلى يوم القيامة. نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية. وكذلك نبشر، نبشر المرجعية كلنا من تحديد إن شاء الله. إحنا شيوخ الفرات تشهد لنا دورة العشرين، إحنا حضرنا وطننا وإحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد وإحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد وإحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد. مرحبا، مرحبا يا إخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم. فهاي حوزتكم، حوزة آبائكم، حوزة أجدادكم، وحوزتكم وحوزة ذراريكم ذري أولادكم إلى يوم القيامة. ما أدري هذا الكائن شنو يعني، من أي نوع من أنواع الكائنات سأصنفه. هم ذول الجايين لا هم شعراء وما يعرفون يقولون شعر. اخرطي اخرطي، ضاعت الحقائق ما بين الحمير والجعوش. هذا على أساس مهوال، هذا مو شعر، هذا هذا يسمونه شعر بعروري في الثقافة الشعبية العراقية نسبة إلى البعرور، شعر بعروري هذا، هذا مو شعر. والهوسة هو قدامك شيخ هو يخاطبه يا السيد، وذاك هم الأثول يهوس وياه، مسخرة والله مسخرة، مسخرة هذه. رجاء أعيد بث الفيديو كي تضحكوا قليلا قبل أن أودعكم. وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومن ولا تخرجوا. ما هاي حوزتكم يا أخوتي، ما حوزة أجدادكم، ما حوزة ذريتكم إلى يوم القيامة. نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية. وكذلك
نبشر المرجعيه كل احنا من تحت ان شاء الله. احنا شيوخ الفرات تشهد لنا ثوره العشرين، احنا اللي حضرنا وطننا واحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد. مرحبا مرحبا يا اخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم، فهاي حوزتكم، حوزة آبائكم، حوزة أجدادكم، وحوزتكم وحوزة أزراريكم، ذر أولادكم إلى يوم القيامة. كما يقولون اضحك تضحك الدنيا معك، وابكي تبكي لوحدك. شر البلية ما يضحك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.